بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من نغم الروح. في البداية كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويمكن دايما بنبدأ برنامجنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أجمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. زد في الصلاة على النبي خير الأنام الطيبي، يا كل سيدة هنا يا كل شيخ أو صبي، إن كنت ترجو رحمة زد في الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حلقة النهاردة يعني هيكون زي احتفالية كده بمولد النبي الشريف، ويكون معانا زي ما عودناكم دايما كوكبة بل نخبة من القراء والمنشدين. اسمحوا لنا في البداية نرحب بضيوفنا اللي منورنا النهاردة، معانا القارئ محمود وائل، أهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا أيضا القارئ ابراهيم القزاز، اهلا وسهلا بحضرتك. ومعنا المبتهل عبد الله طارق، اهلا وسهلا بحضرتك. حياك الله. وايضا القارئ نور الشيخ، اهلا بك. اهلا بحضرتك استاذ محمد. واخيرا المبتهل والمنشد عمار محمود، اهلا بك. ما شاء الله الاستشوار منور الدنيا. طيب لو نبدا بقى حلقتنا مع الشيخ محمود وائل، يعني في الايام اللي زي ديت، في الايام المباركه اللي زي ديت والاحتفال بمولد النبي الشريف، بنحب دايما نسمع آيات يعني تكون خاصة بالمناسبة اللي احنا فيها، فهتمتع كل جمهورنا النهاردة بإيه؟ اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا
رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا مولانا، يعني خير بداية وخير افتتاح للحلقة النهاردة. طيب خلونا بقى نروح للشيخ إبراهيم القزاز، يعني دايما مدرسة القزاز مدرسة معروفة في القرآن الكريم. طيب اتفضل امسك المايك. حضرتك كم سنة؟ 22. اتكلم بس في المايك. 22 سنة ان شاء الله. بس دايما القرآن الكريم بيدي وقار كده للقارئ، تحسه مثلا 30 حاجة و30 رغم انه في العشرينات يعني. طبعا طبعا. طيب هتمتعنا بإيه النهاردة؟ ان شاء الله آخر قاف ان شاء الله. ماشي اتفضل. ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما أجمل الآيات وما أجمل الصوت وما أجمل القارئ. الله يفتح عليك بجد من الخامات الصوتية الجيدة وما شاء الله في تمكن في الأداء. ربنا يزيدك يا مولانا. هنطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. يعني خلونا نبدا كده او نستكمل الفقره ديت بابتهال مع المبتهل عبد الله طارق. يعني الشيخ عبد الله مبتهل وقارئ بس هو هيمتنع بابتهال النهارده. هتسمعنا ان شاء الله. الهي ان يكن ذنبي عظيما نقشبند ان شاء الله. ماشي اتفضل. الهي يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع وفضلك واسع للكل مغنم تركت الناس تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك
وجئت إليك وجئت إليك كي بالقرب أنعم فعاملني بجودك واعف عني فعاملني بجودك واعف عني واعف عني فإن تغضب فمن يغفر ويرحم. الله يفتح عليك ما شاء الله، يعني أداء متميز وفي رقي في الأداء وفي يعني بصراحة خامة صوتية جيدة جدا تستحق السماع وتستحق الوصول للجمهور. واللي بقى حضرتك كم سنة؟ 21. يعني لسه بتدرس؟ تدرس ايه بقى؟ أصول دين جامعة الأزهر، أصول دين قسم عقيدة وفلسفة. ربنا يوفقك إن شاء الله. هو دايما طبعا السادة الأزهرة دايما يعني مستوى متميز في كل حاجة يعني. ربنا يوفقك إن شاء الله. طيب خلونا بقى نروح للقارئ نور الشيخ، يعني قارئ وفي نفس الوقت مقلد أصوات. طيب لو هنبدأ بقى كده قول لي في البداية أنت بتحكي من القراء أو أكتر حد بتحب تحكيه؟ والله أنا بقلد يعني ناس كتير من القراء اللي هم أئمة الحرم والمقرئين اللي هم القديم، المقرئ القديم الشيخ محمد رفعت ده طبعا حاجة جميلة جدا. وبقلد مثلا المقرئين بتوع اليومين دول محمود الشيخ محمود الشحات، محمود الشحات أنور، والشيخ عندك كمان الشيخ اسمه محمد الشيخ احمد عوض ابو فيوض والشيخ عبد الفتاح الطروطي. طيب انا شفت ناس كتير بتحاكي قراء لكن الشيخ محمد رفعت يعني هو تقريبا واحد بس اللي شفته بيحاكيه ومش بنفس الدرجه، لان الشيخ محمد رفعت يعني كان بيقرا من طبقه صعب جدا اي حد يقلده. فلو تحاكي الشيخ محمد رفعت يعني ده يبقى انجاز بصراحه، لان الشيخ رفعت زي ما قلت لك خامه صوتيه صعبه تتكرر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. عندك الشيخ عبد الفتاح الطروطي، الشيخ احمد عوض ابو فيوض. طب نسمع الشيخ عبد الفتاح الطروطي كده. إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا شعائر الله ف
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بآية كده للشيخ أحمد عوض أبو فيوط. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان يفتح عليك. يعني ما شاء الله انا دايما بشوف ان اللي بيحاكي القراء قد يكون يعني مش افضل من القارئ لكنه خامته قادرة على التنويع، يعني عنده صوت او عنده حنجره يعني بتقدر تنوع بين الاصوات، ودي ملكه تانية طبعا. الحمد لله ربنا يوفقك ان شاء الله. انا عجبني ما شاء الله الشيخ محمد رفعت يعني بتلده بشكل كويس جدا، ودكتور عبد الفتاح الطروطي، وان كان الدكتور عبد الفتاح الطروطي يعني يمتلك احساس من وجهه نظري صعب حد يمتلكه، يعني احساسه عالي جدا ما شاء الله. يمكن من المقاطع اللي كنت بحب اسمعها لي بتاع مقطع صورة يوسف. يعني كان مقام عتاب وكانت حاجة جميلة جدا بحب اسمعها دايما للدكتور عبد الفتاح الطروطي. ربنا يوفقك ان شاء الله. طب خلينا بقى نختم فقرتنا ديت مع المنشد المبتهل عمار محمود. كم سنة يا عمار؟ 19 سنة ان شاء الله. ما شاء الله. انا قلت بقى الاستشوار ده اكيد يعني سنك صغير. الله يخليك يا رب. ربنا يوفقك ان شاء الله. الله يخليك. انت بقى بدأت انشاد وانت كم سنة؟ يعني انا بدأت انشاد يعني من 4 سنين 5 سنين. انما اكتشفت ان صوتي كويس يعني من صغري. اكيد بقى الاسره كان لها دور معاك بقى. اكيد طبعا الدفعه الاولى بتيجي من الاسره. مين اكتر حد ساعدك في البدايه او اكتشف موهبتك في البدايه؟ يعني والدي. والدك هو اللي معايا. تحب تقول لوالدك ايه بقى؟ يعني بشكره جدا جدا يعني. طيب هتسمعني النهارده ابتهال لنصر الدين طبار. ماشي اتفضل. جل المنادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما حز ذنوب والأوزار جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ماحز الذنوب والأوزار إلهي بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك
يا الله يا غفار يا تواب يا رحيم. الله يفتح عليك. يعني دايما الشيخ نصر الدين طبار بيفكرنا بذكريات كتيرة جدا، يعني دايما مع أذان العصر كده تسمع جل المنادي، ومع أذان المغرب تسمع ابتهال تاني، ومصر الكنانة ما هانت على أحد. يعني الابتهالات بتاعته بتذكرك أو بتعيشك حالة جميلة جدا، وتلاقيها محفورة في يعني في أذهان كل المصريين تقريبا. هو طبعا إحساسه عالي جدا، وبصراحة يعني أنت بتقلده أو مش بتقلده، أنت تقريبا نفس المدرسة. ربنا يوفقك إن شاء الله. طيب تحب بقى تقول لوالدك إيه مرة أخيرة بقى؟ يعني أنا بشكره مع اللي هو تعبان معايا يعني بصراحة. طيب هو اللي ماشي معايا من بداية المشوار. مين تاني من الأسرة بقى بيدعمك أو بيساعدك؟ يعني أنا عندي في البيت كلهم طبعا وكده. يعني اكتر حد بقى الفتره اللي جايه حابب تكون انك تكون زيه، او انت بتاخده مثل اعلى في الانشاد او الابتهال؟ والله انا بسمع من المبتهلين الشيخ نصر الدين طبار، الشيخ نقشبندي، محمد عمران. من المنشدين ما شاء الله كلهم عمالقه ما شاء طبعا الله. مدارس كلهم ان شاء الله تكون على نفس النهج. الله ان شاء الله. الله يخليك يا رب. انا بشكر القارئ محمود وائل، شكرا جزيلا. وبشكر القارئ محمود القزاز، شكرا جزيلا. ابراهيم القزاز، يعني الشيخ محمود القزاز معلق معانا كلنا طبعا. شكرا جزيلا لحضرتك. وبشكر المبتهل عبد الله طارق، شكرا جزيلا. والقارئ نور الشيخ، يعني في المحاكاه ولا اروع من كده. ربنا يوفقك ان شاء الله. واخيرا بشكر المنشد والمبتهل عمار محمود، يعني رغم صغر سنك ان شاء الله ليك مستقبل في عالم الانشاد ان شاء الله. استمر وان شاء الله ربنا يوفقك. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، وفقرتنا الثانيه من نغم الروح. فقرتنا الثانيه يعني من الفقرات اللي هتكون مميزه ان شاء الله، هيكون معنا طبعا كوكبه بل نخبه من القراء والمنشدين، هيكون معنا القارئ زايد عوض زايد. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعنا ايضا القارئ احمد حسان، اهلا وسهلا بحضرتك. ومعنا المنشد عبد العزيز محمد عبد العزيز، اهلا وسهلا بك. ومعنا الاستاذ محمود عبد الواحد، مؤسس صفحه دقيقه قران، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني لو حابين نبدا الفقره ديت مع الشيخ زايد عوض زايد، يعني قبل ما نسمع الصوت انا شايف كاريزما قارئ. يعني القارئ كده لازم يكون كاريزما، واحنا كمجتمع مصري بنحب الشكل شويه او بنتاثر بالشكليات شويه طبعا، واكيد الصوت يعني هو الاساس. لو حابين نبدا الفقره ديت مع الشيخ عوض هتمتعنا ان شاء الله. ان شاء الله ايات من اخر سوره لقمان. ماشي، اتفضل امسك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود
إن وعد الله حق. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. خليني بقى اروح للشيخ احمد حسان. يعني حان الان موعد اذان الظهر، يعني ممكن نأذن؟ اتفضل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا عايز بس أرجع للشيخ زايد عوض زايد، يعني بصراحة أنا شايف مشروع قارئ من قراء مصر العظام إن شاء الله، يعني ما شاء الله أداء في قمة التمكن. الله يبارك فيك، ربنا يوفقك إن شاء الله. اللهم آمين. لو حابب نسمع حاجة من الشيخ أحمد حسان هتسمعني النهاردة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. عليك، ربنا يوفقك إن شاء الله. ربنا يعني مع الاستمرارية ان شاء الله نلاقي مستوى افضل وافضل من كده بكتير ان شاء الله. هنطلع لفاصل ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، يعني فقرتنا او ختام فقرتنا النهارده معانا فيها منشد ومؤسس صفحه دقيقه قران. المنشد اللي معانا هو المنشد عبد العزيز محمد عبد العزيز. اهلا بحضرتك مره تانية، اتفضل قرب المايك. يعني قول لي بقى، انت بدات في الانشاد وانت كنت كام سنه؟ من اولى كليه حضرتك.
من اولى كليه. اكيد بقى يعني فريق الجامعه كان له دور معاك. كنت بطلع في لما يبقى الدكتور غايب مثلا بطلع في المكتب على المكتب وانشد. بتستغل بقى ان القاعه فاضيه والجمهور موجود فبتعيش. طيب هتسمعنا ايه النهارده؟ الليله حلوه ان شاء الله بمناسبه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل. الليلة حلوة حلوة الليلة دي الله، الليلة حلوة بمديح الهادي الله، طير يا طاير هات البشاير، أمة محمد من يوم ظهوره الله، يوم بعد يوم عايشين في نوره الله، عاشقين حبيبهم هادي قلوبهم، عاشقين حبيبهم هادي قلوبهم، كان يوم ميلاده صباح نادي، والليلة حلوة حلوة الليلة دي الله، الليلة حلوة بمديح الهادي الله، طير يا طاير حاز الكمال بجميع صفاته الله، والمولى مدحه في محكم آياته الله، ومهما قلنا يعجز كلامنا، ومهما قلنا يعجز كلامنا، إنه يوفي مدحك يا هادي، والليلة حلوة حلوة الليلة دي الله، صلي وسلم على نبينا الله، ده يوم حسابنا رح يشفع فينا الله، ياخد بإيدنا ويكون دليلنا، ياخد بإيدنا ويكون دليلنا، للجنة يمشي قدامنا حادي، والليلة حلوة حلوة الليلة دي. الله يفتح عليك. يعني جميل جدا الأنشودة في الأيام الجميلة اللي احنا فيها ديت. الحقيقة وقت الفقرة ديت يعني ضيق جدا، بس خلونا بقى نروح لأستاذ محمود عبد الواحد، يعني مؤسس صفحة دقيقة قرآن، يعني من الصفحات اللي لها رواج كبير جدا على الفيسبوك، واللي بقى يعني فكرة الفقرة دي، فكرة الصفحة دي كانت منين؟ الفكرة ان كان في صفحات بتقدم محتوى قرآني، لكن ما كانش فيه الصفحة اللي هي توصل للمشاهد بأسهل طريقة، فأنا فكرت ليه ما يكونش فيه صفحة بتوصل القرآن بطريقة مختلفة عن طريق شكل مميز وأصوات القراء، ففكرت في فكرة دقيقة القرآن. الصفحة كانت عبارة عن دقيقة واحدة في فيديو بتسمع من خلالها قرآن من أصوات القراء المتميزين، والحمد لله نجحت بشكل كويس. أنا بدأت فيها من 2018 في شهر 5، والحمد لله وصلت دلوقتي 1.5 مليون متابع. ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. والجميل ان في شراكة بيننا، يعني احنا كصفحة برنامج نغم الروح ودقيقة قرآن في بيننا شراكة كويسة. شرف ليا طبعا يا فندم. يشرفنا طبعا. اكيد بقى صوتك كويس كمان، ده اللي شجعك انك يعني تخش في الموضوع شوية. الحمد لله. طيب احنا هنسيبكم بقى مع استاذ محمود عبد الواحد مؤسس صفحة دقيقة قرآن، هيسمعكم حاجة بصوته ونشوفكم الحلقة الجاية. حار فكري لست ادري ما اقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول، أنت مشكاة الهداية،
أنت نبراس الوصول حار فكري أي مادح كان كفوا للشمائل يا رسول.